أولت الصحفي إفرام كاجيان سولداتي المختصة في شؤون الفاتيكان أهمية كبيرة لمرشحين لمنصب البابا من أمريكا الشمالية. الأمر يتعلق بكاردينال بوستون شون أومالي وكاردينال نيويورك تيموتي دولان. هناك شخصيتان تتمتعان بمصداقية كبيرة، دولان في نيويورك وأومالي في بوستون. لقد تمكنا من لم شمل المؤمنين في الكنيسة بعد الكارثة، أزمة التحرش الجنسي بالأطفال التي شوهت صورة الكنيسة. إنهما معاصران ولهما نظرة معاصرة، واعتقد انهما يملكان كامل الحظوظ. hanno una visione moderna e quindi secondo me hanno effettivamente chance. تيموتي دولان يبلغ من العمر 63 عاما، وخلال فضيحة التحرش الجنسي بالأطفال أعطى أسماء رجال الدين 75 المتورطين في هذه الفضيحة، ولم يعطي تفاصيل عن ترشيحه لخلافة بنديكتوس 16 إلى وسائل الإعلام. من جهته أطلق كاردينال بوستون شون أومالي المعروف بتحركه لمكافحة التحرش الجنسي بالأطفال دعوة لنقاء الشهادة. أومالي أكد مؤخرا أن الأفراد يبتعدون عن الرب والكنيسة لأسباب عدة كالجهل والتجارب السلبية والفضائح والرذيلة.